يا مساء الفل، يا مساء السعادة على عيونكم وعلى أحلى أخوات وأحلى أصدقاء في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة مطبخ زازة. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. تعالوا بقى نشوف الجمال اللي احنا عملناه ده النهاردة كده. عملت ايه يا مشاهد؟ يا جمال ويا جمال، ما تشوف شوف انا عملت ايه. انا عملت اللهم صل على النبي كبده محمره، وعملت مكرونه اسباجيتي ومخلل وكده يعني. تمام، تعال بس نشوف الجمال كده. يا جمالك يا مشاهد، يا جمالك يا جمالك، ايه التكات والحركات ده؟ كبده اساسا لوحدها كده مش محتاجه كلام. تعال نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا كده. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المكونات عندي ايه؟ انا عندي كيلو كبدة شرايح، تمام، كبدة شرايح، الجزار مقطعها لي كده تمام زي ما انتم شايفين اهو، حتى كمان جت قطعيتها سميكة شوية تخينة شوية زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله كبدة زي العسل وجميل. وعندي ايه؟ 2 كيس اسباجيتي، وعندي طماطم مفروم، وعندي توابل بقى فلفل اسمر، 7 بهارات قرفة، عندي فلفل بتاع كمون وكزبرة، اللهم صل على النبي، وملح وتوم بودر وبصل بودر. تمام، تعالوا بقى ايه نسخن الحلة بتاعتنا عشان نسبك تسبيكة المكرونة. الزيت يسخن، هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا فرماها، ومعاها معلقتين صلصه، معجون صلصه زي ما انتم شايفين عشان تدي لون حلو للمكرونه بتاعتي. تمام، ما تسرحيش وحط لايك. تمام يا مشاهده، هنحط اللايك زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها ايه تسبك براحتها على ما اتبل الكبده بتاعتي. زي ما انتم شايفين دي توم مفروم مع قرن فلفل رومي زي ما احنا شايفين، وهنزل بالتوابل بتاعتي، ويكون معايا برضو كليمون زي ما احنا شايفين، هعصر الليمونتين ده انا كنت جايباهم. تمام، على التوابل، على الثوم، على القرن الفلفل اللي انا ايه فرماه. طبعا هاخد اقلب كل المكونات في بعضها زي ما احنا شايفين، واخد ايه حبة في الطبق كده بتاعي عشان انا هتبل الكبدة طبقات طبقات زي ما احنا شايفين. يا جمالك يا مشاهد، يا جمالك، ايوه بس ما تسرحش معايا، حط اللايك عشان هعمل لكم احلى شويه كبده بس مش محروقين بقى، الله يسامحني يا رب. دي طبعا الكبده بتاعتي انا برصتها اهي زي ما انتم شايفين، انا حاطه فرشه في الارضيه برضك من التتبيله عشان كله يتشرب من ايه من بعض، وبرضك هرص في كده زي ما احنا شايفين اهو الكبده بتاعتي، برضو هحط التتبيله من اللي انا عاملاها اهي. يا سلام يا سلام يا سلام، دي بقى تبلها مثلا على بالليل على بيات يعني، تبلها وحطها في التلاجة، تبلها من بدري وحطها في التلاجة علشان الكبده تاكل من التتبيله بتاعتها كده وتسوي نفسها بنفسها زي ما احنا شايفين. اللي ما شاء الله كان الجزار بصراحه قطعها قطايه جميله يعني. طبعا هنزل برضو ببقية التتبيلة كده لحد ما اخلص طبقات طبقات للكبدة اللي معي. طبعا هغطيها واحطها في التلاجة لتاني يوم، لان انا كنت متبلاها على بيات مش متبلاها في نفس اليوم. تمام، هغطيها بقى كده بالطبق البيركس بتاعي. تعالوا بقى نعمل الجفر بتاع الكبدة اللي انا مثلا ايه هحمرها بيه ازاي. عندي كوباية دقيق، عندي 2 كيس فيجيتار، انا جايباه فيجيتار حار عشان يبقى سبايسي شوية زي ما احنا شايفين، وهحط فلفل اسمر وملح كده يعني هتبل الدقيق اللي معايا دوت والخلطة اللي معايا دي. تمام يا مشاهد، كنت وصلت معايا لحد هنا، صلي معايا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليها افضل الصلاة واتم التسليم. طبعا هقلب كل المكونات في بعضها كده بقى عشان كله يدخل في بعضه، دي مع الفيجيتار مع الفلفل الاسمر مع الملح
كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. تمام، هركنه كده على جنب. تعالوا نسلق المكرونة بتاعتنا بقى، ايه عشان على ما انا بعمل حاجة بكون بجهز حاجة تانية، يعني مش نقف عند حاجة معينة. طبعا المية غلت بتاعت المكرونة، حطيت ملح، حطيت زيت. هجيب المكرونة الاسباجيتي هقسمها نصين، تمام، عشان احنا بنحب ايه يعني نلولوها كده بالشوكة كده وتتاكل، يعني زي ما انتوا شايفين هقسمها نصين. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. زي ما انتوا شايفين معايا، ما تسرحيش وحط لايك يا اختي انت وهي بقى، وشاهدوا الفيديو بالله عليكم، شاهدوا الفيديوهات. انتوا في ايه مكسلين تتفرجوا على الفيديو؟ طيب ماشي براحتكم. طبعا بحط كل المكونات بتاعتي اهي، المكرونة بتاعت الكمية اللي معايا، وهديها تقليبة كده وهسيبها ايه لما تستوي معايا. تمام يا مشاهد، اهم حاجه تكون انت حاطه الملح والزيت عشان تبقى المكرونه مفرفره معاكي ما تلزقش في بعضها زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا جميله ازاي المكرونه؟ انا بقى بحب اعمل المكرونه بديها ايه يعني بنزلها نص حبه كده قبل ما تخش في السوا قوي عشان تكمل سوا في التسبيك. دي طبعا تسبيكه المكرونه هي مش محروقه، تمام، اوعى تقولوا محروقه والله، بس من الجنب كده سنة بس الحمد لله اتلحقت. الله يسامحني يا رب. حواتسي بقت كتير قوي. طبعا التزبيكة بتاعتي زي ما انتم شايفين حطيت فيها الملح والفلفل الاسمر، وحطيت فيها سنة شطة كده عشان تبقى سبايسي شوية. هنزل بالمكرونة بتاعتي بقى في قلب التزبيكة بتاعتي واديها تقليبة ايه حلوة كده مع نفسك كده، ايه واحدة واحدة، تمام، عشان هتبقى مكعبله معاكي كده بس مفرفره وجميله. على فكره المكرونه الاسباجيتي دي بتبقى جميله او خفيفه على المعده قوي، يعني دون عن اي مكرونه بحسها اللي هي خفيفه زي ما احنا شايفين. تمام، انا بعد ما اخلص تقليب في المكرونه بتاعتي هغطيها وهدي عليها النار بقى ايه تتسوى بقى، بقيت سواها في الحبه دول على ما انا احمر الكبده بتاعتي. طبعا انا جبت الصينيه بتاعتي فيها زيت يسخن على النار، بجيب بقى الكبده كده ايه واحده واحده كده، وانزل بقى في قلب الدقيق والفيجيتار اللي انا عاملاه الخلطه بتاعتها عشان اديها الجفر بتاعها عشان ان انا اقدر ايه احمرها بالتتبيله بتاعتها زي ما انتم شايفين، باللي هي الثوم، بالثوم المفروم، بالقرن الفلفل الرومي، بكله 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 بكل المكونات بتاعتها. تمام، وهتاخدوا بقى احلى شويه كبده هتحلفوا بيها والله، جربوا بس بالطريقه ديت مش هتندموا. انا عارفه انتوا بتعرفوا تعملوا كل حاجه والله، بس احنا بنقول لبنوتاتنا اللي لسه مبتدئين يدخلوا المطبخ، وكلنا بنستفاد من بعضنا على فكره. يعني مثلا انت تكون عامله حاجه انا مش واخده بالي منها، ممكن اخدها منك واتعلم منك، وانت ممكن تاخدي مني وتتعلمي مني، مفيش منها احراج، كلنا بنتعلم من بعضنا. تمام. طبعا انا بخلص ايه الكميه اللي معايا، يعني بحمرها على فترات، تمام، ما بسيبهمش اللي انا يعني انا احطهم في الدقيق كله مره واحده، لا، على قد ما انا احمر بحطهم في الدقيق زي ما احنا شايفين. كنت وصلت معايا لهنا، هنصلي تاني على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاه واتم التسليم. طبعا الزيت معايا سخن بقى، تعالوا بقى كده نروح بقى على عند البوتاجاز ونحمر، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى بالكبده بتاعتنا، لازم الزيت بتاعك يكون سخن عشان تدي صدمه للكبده بتاعتك زي ما انت شايفه كده. في اللي بعملها محمره بالكبده بالرده قصدي، وفي اللي بحمرها بالطريقه اللي انا بعملها دي، فده حسب اختيارك انتي. تمام، زي ما احنا شايفين اهوت، يعني بصراحه كانت ريحتها جميله جدا جدا جدا. انتوا عارفين الكبده روحها في الطوم بتبقى ريحتها تحفه. طبعا الكبده بتاعتي بتتحمر اهيت، خلص الكميه بتاعتي كلها، نغرف اكلنا وتعال نشوف بقى الجمال ده. يا جمالك يا جمالك يا جمالك، يا تكاتك يا حركاتك، الجمال ده يا مشاهد.
ايوه، وسع 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 عليك. طبق الكبده الخطير مش محروق، والله ما محروق. كبده اساسا بتتكلم عن نفسها، يعني مش محتاجه كلام ولا محتاجه حد يقول اي حاجه. مخلل بقى واسباكتي وكبده، يعني اكل خفيف خفيف كده عشان ايه، حر بقى وكده يعني. تمام. كان في كاتشب برضو جنبها، اللي عايز ياكل من ده ياكل، اللي عايز ياكل من ده ياكل. بس ارايكم، ارايكم في طبق الكبده الجميل ده؟ يعني بصراحه تسلم ايدي، تسلم ايدي كمشاه، يعني مش محتاجه كلام. ولا المكرونه الاسباجيتي جميله ومفرفره ازاي. يلا قومي كده شطري واعرفي تعملي معايا الطبق دوت. هي دي كانت وصفتنا النهارده حبايبي، اتمنى ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.